لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطائف كي نسقيها فعسى نبل بها يا مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جارها، ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي في ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها يا بصبر أبيها، لم تلو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفا بنيها، لمن سيذهتك حما فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي
عشاها جمرة من فيها أخي أبا عبد الله هذه نساء كما يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما ينحاديها يسوقها زجر بضرب متونيا والشمر يحدوها بسب أبيها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها وجينا ننشد كربلا مضيعين بها زينب قال وم يسرين يسراها ولا لها واحد فزع وشال حاد ضعونها بساع وقطع وجينا ننشد وين ابو فاضل وقاع ما تدلون الشريعة وين أرد نشدج كربلا عن النزل بالله خبريني وقولك ما يزل صدق زينب تركب اليتامى على الهزل يا على السجاد قام يعين وقالها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكاني وقالت يا نور العين عتب على زماني اللي على الكرار ابوها شلون تمضى واذا بالحورة زينب وجهت بخطابها الى سيد الشهداء وواقع على بوغاي كربلاء تنادى انا ودي اوصل مصرعا هاك وانجدل ويا وندي اوصل مصرعا هاك وانجدل ويا ولكن شبيدي لازم بيالي يدام ولو يقدر السجاد ينهض جان جينا خدك الوسدى وبالدمع نغسل الطبرة وتدري الوحدة الضعضع عزوم الرجاج وانا وحيد وعايل ومجبل عليله وخوفي ضغن من الصباح من كربلا يشيء والكل مرمي على الثرى واحنا ضعيفة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما سقط في محرابه فزت ورب الكعبة. وقال سيدنا وإمامنا زين العابدين عليه السلام إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. صدق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة أيها المؤمنون، أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. نحن أمام ذكراتين، ذكرى عيد الغدير الأغر، ذكرى تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وبين تأبين هذا الشهيد السعيد محمد علي مشيمع. نأتي إلى الذكرى الأولى، علي بن أبي طالب. وما أدراك ما علي بن أبي طالب؟ في الواقع لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلاً بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من علي بن أبي طالب، ولم يسجل التاريخ لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما سجله لعلي بن أبي طالب من الفضائل والمناقب. وكيف تحصى فضائل رجل كانت ضربته لعمر بن ود يوم الخندق أفضل من عمل الأمة إلى يوم القيامة؟ حينما برز عمر بن ود برز له علي بن أبي طالب، قال له النبي اجلس يا علي، بعد صغير سن حدث السن. ثم قام مرحب، قام ذلك الرجل أيضا يبارز، أراد يبارز علي بن أبي طالب، يبارز أحد من المسلمين، فقام له أيضا علي بن أبي طالب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ برز الإسلام كله إلى الشرك، أو الإيمان كله إلى الشرك كله. إذن علي يمثل الإيمان، علي يمثل الإسلام، علي يمثل الاستقامة. إذن كيف تعد فضائل هذا الرجل الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي كانت ضربته لعمر بن ود تعدل عمل الأمة إلى يوم القيامة؟ وكيف تحصى فضائل رجل أسر أولياؤه مناقبه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا، ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين؟ شوف، رغم هذا الاضطهاد وهذا التمويه، رغم هذه الأقلام المأجورة التي سخرها النظام الأموي معاوية بن أبي سفيان وأذنابه، رغم كل هذه الأمور أرادوا أن يعموا نعم فضائل علي بن أبي طالب، ولكن مع ذلك كل هذه الإرهاصات وهذه الإجراءات وهذا الإعلام المضلل، وإذا بك تجد فضائل علي بن أبي طالب تنتشر ويظهر منها ويشيع منها ما ملأ الخافقين سلام الله عليه. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام تميز بخصائص وميزات لم تكن موجودة عند غيره، لا من الصحابة ولا من طلائع المسلمين أو غيرهم.
إلا علي بن أبي طالب. تعال إلى علي بن أبي طالب في علمه، انظر إلى علي بن أبي طالب في علمه وغزارة علمه، هل هناك رجل أو أحد من الصحابة وطلائع المسلمين كان يضرب على صدره ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، يضرب على صدره ويقول إنها هنا لعلما جمع آهن آه لو وجدت له حملا. ما أكو أحد من المسلمين ولا من الصحابة ولا غيرهم إلا علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان المرجع للصحابة، إذا ألم عليهم خطب آووا إليه، وإذا اكفهرت بهم الأيام رجعوا إلى رأيه ورجعوا إلى علمه عليه السلام. علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم الذي تستلهم الأمة منه العلم الإلهي ومعارف التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا يقول أمير المؤمنين أنا الصراط المستقيم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله علي باب علمي، علي باب أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال أنا علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق. نعم، ولهذا جابر بن عبد الله الأنصاري كان يطرق أبواب المسلمين في المدينة بابا بابا، وهو يقول أدبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب، ومن أبى فانظروا في شأن أمه. هذا الإنسان الذي يبغض علي بن أبي طالب هذا في الواقع نطفته مشوبة بالحرام والعياذ بالله، هذا الإنسان الذي يسب علي بن أبي طالب هو يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن سب رسول الله فهو يسب الله. وإذا بك اليوم ترى الأمة كثير من المسلمين يلعنون علي بن أبي طالب، مو من ذلك الزمان فقط، وإنما إلى يومنا هذا يهزؤون بعلي بن أبي طالب وبأتباع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حبه إيمان وبغضه نفاق. ولهذا عبد الله بن الزبير كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله مع جماعة من أصحابه يحدثهم، إذا أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فماذا قال؟ هذا الإنسان الذي يعترف ويقول أن أبغض أناس على وجه الأرض على قلبه هم من؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين. صور، وإذا هذا الرجل مجرد أن دخل علي بن أبي طالب إلى المسجد قال جاءكم الوغد اللئيم علي بن أبي طالب. الله أكبر، علي بن أبي طالب وغد لئيم؟ علي بن أبي طالب الذي ظفر بتلك المرأة بعائشة وأرجعها معززة مكرمة إلى بيتها وإلى دارها في المدينة من البصرة إلى المدينة، وأرسل معها 40 من النسوة وهن ملثمات ولم تعرف أنهن نسوة، وهي في الطريق تقول هتك ستري ابن أبي طالب، لما وصلت إلى الدار كشفنا عن لثامهن وإذا بهن نسوة. هذه غيرة علي بن أبي طالب، هذه شهامة علي بن أبي طالب، هذا حلم علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الصراط المستقيم، وهو مركز العلوم الإلهية ومعارف التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا مدينة العلم وعلي بابها. بعد، علي بن أبي طالب عليه السلام كان أدرى المسلمين قاطبة بشؤون القضاء، ما من واقعة وما من حادثة إلا ويحضر فيها علي بن أبي طالب، وما من حادثة إلا ولعلي بن أبي طالب فيها حكم، حتى قال الثاني لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن سلام الله عليه.
إذن هذا بالنسبة إلى علم علي بن أبي طالب. وأما إلى سخاء علي بن أبي طالب وجود علي بن أبي طالب، أنا أذكر بعض النماذج. على كل حال، جود علي بن أبي طالب، كان علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كما يقول المؤرخون بالسخاء يباري السحاب المرسل جودا وكرما، يعني أن الإمام سلام الله عليه كان أسخى من الغيث على الأمة التي عايشها، طبعا من ناحية سخائه بالمال بماله، لا سخاؤه وجوده بنفسه من أجل حفظ الرسالة ومسيرة الإسلام، فهذا شيء مفروغ منه. ولهذا يقول المؤرخون ذات يوم خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليس عنده إلا 4 دراهم، فتصدق بواحد منها سرا وبالآخر علانية وبالثالث ليلا وبالرابع نهارا، فنزل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ناهيك عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشريفة اللذين طالما تحدثا عن جود الإمام وسخاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فلقد اعترف بجوده وسخائه من هو أشد عداوة له، والفضل ما شهدت به الأعداء، معاوية بن أبي سفيان، معاوية الذي ما برح ينسج الأكاذيب والافتراءات من أجل تشويه سمعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكنه لم يستطع أن ينكر فضيلة الجود عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولهذا يدخل رجل على معاوية، محفى بن أبي محفى الضبي، وقيل مخفى بن أبي مخفى الضبي، دخل على معاوية قال له جئتك من عند أبخل الناس. قال ويحك، كيف تقول إنه أبخل الناس، يعني علي بن أبي طالب، كيف تقول إنه أبخل الناس، فوالله لو ملك بيتا من تبر، يعني من ذهب مصفى خالص، وبيتا من تبر لأنفذ تبنه من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه. هذا كناية عن جود علي بن أبي طالب وسخاء علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب حينما يدخل عليه السائل لا ينتظره حتى يسأل، وإنما يبتدئه بالعطية سلام الله عليه، فيأتي السائل فيقول هلا دعوتني أمدحك أبوح بمدحتي إليك، خلني أمدحك. قال لا، إني أكره أن أرى عليك ذل السائل وأرى في نفسي عز المسؤول. هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سخاؤه. ويكفي في جود علي بن أبي طالب وسخاء علي بن أبي طالب تصدقه بخاتمه وهو في المسجد راكع في صلاته، وهو في صلاته راكعا أقبل السائل فمد يده خنصره وفيها خاتم، وجاء ذلك السائل وانتزع ذلك الخاتم من يد النبي، من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فنزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا هو علي بن أبي طالب. وهكذا دونك من الخصال والسجايا لعلي بن أبي طالب، إن جئت إلى علي بن أبي طالب في شجاعته وفي بطولته وفي تضحياته، ما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان يافعا طفلا صغيرا، كان مع رسول الله يدافع ويكافح
عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع رسول الله في كل غزواته صلى الله عليه وآله، وتخلف عن غزوة واحدة وهي غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وآله على المدينة. ولذلك ابن عباس لما سمع قوم يتناولون عليا يذكرون الإمام علي بن أبي طالب ببعض ما لا يليق في علي بن أبي طالب، قال لهم: ويحكم ويحكم، أتذكرون رجلا كان يسمع وطأ جبرائيل فوق بيته؟ ولقد عاتب الله أصحاب رسول الله في القرآن ولم يذكره إلا بخير. نعم، القرآن عاتب أصحاب النبي في غزوة أحد، كلهم تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يبق معه إلا صبابة كصبابة الإناء، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان يدافع عن رسول الله حتى جلى عن وجهه الكرب. فنزل الأمين جبرائيل هاتفا بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي سلام الله عليه. كان ملازم إلى النبي إلى آخر حياته، إلى أن استشهد بأبي وأمي ووقع صريعا في محراب، إلى أن رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء أمير المؤمنين واستشهد في محرابه. أختصر على كل حال، واستشهد في محرابه ووقع وقال قولته الشهيرة: فزت ورب الكعبة. نعم، وأي فوز هذا؟ بماذا فاز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إنه فاز برضا الله تبارك وتعالى. فاز علي بن أبي طالب أنه ختم حياته الشريفة في سبيل الله بالشهادة. الشهادة، وما أدراك ما الشهادة؟ الشهيد في الإسلام له منزلة عالية ومنزلة سامية وعظيمة جدا. ولذلك المطلع على روايات أهل البيت عليهم السلام، حينما تقرأ روايات أهل البيت في حق الشهيد ماذا تجد؟ حينما تقرأ تلك الروايات وتطلع عليها تكون سباقا وتواقا لنيل شرف الشهادة، تكون عندك نعم سبق وحالة شوق للشهادة حينما تقرأ مثل هاي الروايات. ولهذا ذلك الأجر الكبير والثواب الذي يناله ذلك الشهيد حينما يسقط لم يخطر على قلب أحد. أنقل إليك رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: للشهيد سبع خصال من الله، أول قطر من دمه مغفور له كل ذنب. حينما تسقط أول قطرة من دم الشهيد على الأرض يغفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فهذه أول خصلة من الخصال. أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. الثانية: يقع رأسه في حجر زوجته من الحور العين. الثالثة: وتمسح الغبار عن وجهه وتقول: مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لها. والرابعة: ويكسى من كسوة الجنة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة، أيهم يأخذه معه؟ يريدون يأخذون هذا الشهيد إلى مقره، إلى الجنة، يتسابقون هؤلاء الخزنة يأتون إلى هذا الشهيد الذي يسقط، أيهم يأخذه معه؟ بعد: أن يرى منزلته في الجنة، يقال لروحه: اسرح في الجنة حيث شئت. أن ينظر في وجه الله تعالى، وإنها لراحة لكل نبي وشهيد. ولهذا
يجب ينبغي على كل إنسان مؤمن بدينه وعقيدته ينبغي على كل إنسان مؤمن بعدالة قضيته أن يكون تواقا وأن يكون مشواقا يشتاق في قرارة نفسه من الداخل عيش هذه الحالة حالة نفسانية أنه يشتاق إلى أن يخدم هذه الحياة في سبيل الله بالشهادة في سبيل الله في داخله وفي نفسه يعيش هذا الهم أنه يحب أن يسقط شهيدا ويحب أن يقدم نفسه رخيصة في ذات الله وفي الله ومن أجل الله عز وجل إذن هذا الاستعداد في الواقع الداخلي هو ضروري لكل إنسان مؤمن إذن الشهادة في الواقع درجة درجة يرفع الله إليها صفوة مختارة يعني هي منحة إلهية وليست منحة دنيوية الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار أناسا ليكونوا شهداء فيقعوا في محل الرضا عند الله عز وجل وأي درجة أسمى وأعظم من هذه الدرجة أن ينال الإنسان رضا الله عز وجل وأن يحصل الإنسان المسلم المؤمن رضا الله تبارك وتعالى ولهذا القرآن الكريم مجد هؤلاء الشهداء وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء يعيشون حياة طيبة حياة طيبة ولذلك إذا أرادت الأمة أن تسمو وإذا أرادت الأمة أن ترتفع وإذا أرادت الأمة أن تنتصر فعليها أن تقدم الشهداء وتحترم وتحتفي وتكرم هؤلاء الشهداء وآباء الشهداء وأمهات الشهداء هؤلاء الذين قدموا فلذات أكبادهم من أجل قضيتهم العادلة هؤلاء الذين قدموا أولادهم وأفلاذ أكبادهم من أجل المبدأ والعقيدة ومن أجل الحقوق فعلينا لهم حقوق وواجبات لهؤلاء الشهداء ولآبائهم وأمهاتهم بأن نحتفي ونكرم هؤلاء الشهداء نعم ولذلك القرآن الكريم كرم الشهداء وعلى رأسهم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين بأبي وأمي الإمام الحسين سيد الشهداء الذي كان يتقلب في أحضان الرسالة يلثمه النبي تارة ويقبله أخرى وهو يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وإذا بريحانة رسول الله وإذا بسبط رسول الله وإذا بالحسين بأبي وأمي يبقى صريعا على بوغاء كربلاء لمناد وإماما وسيدا يبقى الحسين وحيدا بلا ناصر ولا معين وهو ينادي يا قوم ألا هل من ناصر ألا هل من ذاب فافترقوا على الإمام الحسين بأبي وأمي فرقة بالحجارة وفرقة بالسهام وفرقة بالنبال وفرقة بالسيوف حتى أثخنوه بالجراح بأبي وأمي ووقع صريعا على بوغائك هل مناد وسيداه وإماما وهكذا بينما الحسين على صهوة الجواد وإذا بحجر مشوم قد وقع على جبهته الشريفة وسالت الدماء على وجهه فرفع الإمام يمسحه
يمسح الدم بثوبه فبان صدره إلى الأعداء. وبينما هو كذلك وإذا بسهم مشوم محدد وله ثلاث شعاب، وإذا به قد وقع على قلب أبي عبد الله. هذا والإمام على صهوة الفرس يتمايل يمينا وشمالا، وكلما مال الحسين إلى جانب مال الجواد معه في الماء في الجانب الآخر لئلا يسقط الحسين. فقال الحسين: يا جواد لا طاقة لي على الركوب. كأنما فهم الجواد كلام الحسين، ما الذي فعل هذا الجواد؟ فألصق بطنه على وجه الأرض ومد يديه ورجله، وأنزل الحسين بكل رفق ولين. بقي الحسين على بوغاء كربلاء، وجاء الجواد يجمع العنان بفمه ويضعه في كفي أبي عبد الله، مشيرا: أبا عبد الله قم قبل أن يهجم الأعداء على المخيمات. أبا عبد الله قم قبل أن يهجم الأعداء على زينب وأخوات زينب. فلما أيس الجواد من نهوض الحسين مرغ عرفه وناصيته بدماء الحسين، وأقبل يحمحم ويضرب برأسه إلى على الأرض، وتوجه نحو المخيمات ويصهل صهيلا عاليا، وكان يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، الهضيمة الهضيمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. لما سمع الزينب صوت الجواد صهيل الجواد التفتت إلى ابنتها سكينة، قال السكينة: عم سكينة قومي واستقبلي أباك الحسين فإنه قد أقبل. قام السكينة وقفت على باب الخيمة، نظرت إلى بيداء كربلاء، وإذا بالجواد خال من الحسين، فصفقت يداً على الأخرى وقالت: عم زينب لقد قتل والله أبي الحسين. وصاحت الأخال من الوالي: عم المهر جان جان متخضب بدم الولي ويسحب عنان. قوم نشوفه وين متعفر حمانا، نعدل على الجبلة ونمد رجله وليد. مدت بصرها ولزمت بكفه حشاها، ولأن الجواد يجول خالي من حماها، والعين من لم بالقلب صبت دماء. صاحت: يا مر حسين فصل للخبر زين، أرد نشدك والقلب طارت بيه الأنفاس، وخالي تجيني وين راح يرفع الراس. وطاحت ولينا وين من طاحت العباس، بل جنا وصل واحتضب توديع الاثنين، وقالها البطل عباس طايح بالمسنى وحسين بالحومة، وعليه الخيل لما
وعباس ميت وظين بعد حسين ما مات وان جان ما حز العدا راسة الحق قالت ارجع عاين حالته روحي فدال وغار ورجع يمها يقل هلسان حزة وكريمة والشمر بالرمح شهر الله يا بنت المصطفى بعد اشتلاقه وقع الحسين على بوغاء كربلاء ووقع وبقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن. الله أكبر. أتذكر ذلك اليوم عندما سقط الشهيد محمد مشيمع وجاءت الوفود والآلاف المؤلفة من أجل أن تشيع هذا الشهيد من المغتسل إلى قبره إلى مثواه الأخير. كان محمد سالما، نعم هو مريض عانى ما عانى من الآلام والمصائب ولكنه كان سالما، حف به أهله أحبته، رفعت جنازته على الأكتاف على أكتاف الرجال إلى أن جاءوا إلى مثواه وأنزلوه في ملحودة قبره. بينما الحسين بأبي وأمي كانت الطعنات على الطعنات والضربات على الضربات وبقي على بوغاء كربلاء ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن نار تجول عليه الخيل ميدانا روح فدالك يا الذي للغسل ما روح فدالك يا الذي للغسل ما أنا ولا الجسد من الحمل من فوق شيء كنت السواد لنا يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بك وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام من ذرية الحسين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتب علينا وتسامحنا يا الله. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم شهداءنا الأبرار خصوصا من اجتمعنا لأجله وقرأنا القرآن لسببه. اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأسكنه الفسيح من جنتك واحشره مع محمد وآل محمد واخلف على أهله وعقبيه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. وإلى روحي وأرواح الشهداء وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.